هقول لك بعد ما الأول ناخد تليفون من سيادة السفير نادر سعد متحدثا باسم مجلس الوزراء المصري يقول لنا على ال25 قرار بتوع النهاردة إيه اللي حصل. سيادة السفير أهلا بيك يا فندم. مساء الخير أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك. مساء النور بحضرتك على حضرتك وعلى الدنيا كلها بإذن الله. سيادة السفير، المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة بحضور مجموعة وزارية زائد السيد طارق عامر رئيس البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي المصري، طبعا الناس كلها عايزة تعرف القرارات، لأنه في بعضها أو كل القرارات ال25 قرار تم نشرهم، ده مما لا شك فيه وموجودين وكل حاجة، بس الناس عايزة تفهم بشيء من التبسيط يا فندم. تمام، زي ما حضرتك عارف ان الحكومه، اي حكومه وهي بتواجه اي ازمه بيبقى عندها مجموعه من السيناريوهات، وكل سيناريو بيبقى ليه مجموعه الاجراءات الخاصه بيه. حلو. وده اللي احنا اتعاملنا بيه لو حضرتك تذكر في ظل ازمه الكورونا، كان عندنا لكل سيناريو كلما تقدم بنا الوضع الوبائي او اشتد بنتخذ اجراءات معينه، نعيد التخفيف اذا الوضع تحسن. نفس الشيء ينطبق على الأزمات الاقتصادية، وقامتها طبعا الأزمتين، لأن هما أزمتين مش أزمة واحدة. احنا كنا بنواجه أزمة التضخم العالمي اللي كان ضارب العالم كله، جاء تأثيره لمصر طبعا، وفي ظل هذه الأزمة واحنا بنحاول أن يعني نقلل تأثير هذه أزمة التضخم العالمي وهذه الارتفاعات في الأسعار على المواطن، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الأمور صعوبة طبعا. النهاردة القرارات الحكومة اتخذت مجموعة أو حزمة جديدة من القرارات تناسب الوضع. الوضع الخاص بإيه؟ إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا يبدو في الأفق يعني مآل معين أو مدى قريب، لا توجد حلول وشيكة لو صح التعبير، لا تبدو هناك بالضبط حلول وشيكة. فكان لزاما علينا أن احنا نبتدي نتخذ حزمة جديدة تقلل من أعباء هذه الأزمة على المواطن. كان من ضمن طبعا من أول القرارات اللي تم اتخاذها هو تفكير موعد الزيادات الخاصة بالمرتبات والمعاشات، اللي هي كانت بتبقى مقررة كل سنة تطبق اعتبارا من 1/7 تقديرا للظروف الاستثنائية هذا العام، تقرر تفكير التطبيق لتطبق اعتبارا من 1/4 وليس 1/7. فيبقى يعني ده أول قرار متعلق بمظلة حماية للمواطن. بالضبط كده، ده طبعا بيمثل إحدى مظلات الحماية، علشان بدل ما المواطن لسه كان حديله الزيادة كمان 3 شهور من الآن، لا ده هيبتدي ياخد هذه الزيادات اعتبارا من 1/4. طبعا ده له تكلفة على الحكومة، هتتحملها الحكومة 8 مليار بالنسبة للمرتبات و8 زيهم بالنسبة للمعاشات، لكن زي ما وعدنا دايما وزي ما قلنا الحكومة تتحمل والدولة تتحمل يعني أكبر قدر ممكن نيابة عن المواطن. إذن هستأذن سيادة السفير في بين قوسين إذا سمحت لي، هقول إنه عمليا الحكومة بالطريقة دي قررت تضخ 16 مليار جنيه مصري في جيوب المواطن المصري عشان يقدر يتعامل مع هذه الأزمة الحالية. تمام، أضيف على ذلك ال 16 مليار جنيه دول 3 شهور فقط اللي هم بتوع من 1/4 إلى 1/7. طبعا هو الموضوع هيستمر بعد 1/7، لكن قصدي مش التكلفة لا تغطي السنة بأكملها، طبعا ده ال 16 مليار جنيه دول 3 أشهر تكلفة التبكير، تكلفة تبكير التطبيق من 1/7 إلى 1/4. عظيم. المظلة الثانية، القرار الثاني المهم أيضا، تقرر بناء على توجيهات سيادة الرئيس إن احنا نضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة. حلو. ده هيكون له تكلفة طبعا مالية حوالي 2.4 مليار جنيه، لكن ده أحد الوسائل المهمة إن احنا نقلل من الأعباء ونحاول تخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على يعني الفئات الأكثر احتياجا، يعني 420 يعني ألف أسرة جديدة، ده رقم 450 ألف أسرة جديدة، ده رقم كبير لو طبعا اعتبرنا إن كل أسرة بتتكون من 4 أشخاص، فيعني بتتكلم فوق يعني مليون وربعمائة ألف مواطن سيستفيدوا من هذا القرار. فهناك قرار آخر أيضا يتعلق بالقطاع الصناعي، زي ما المواطن محتاج دعم القطاع الصناعي في هذه الظروف يحتاج لدعم. صح. القطاع الصناعي الدولة محتاجاه، لأن هو ده القطاع اللي بينتج وهو ده القطاع اللي بيصدر، القطاع اللي بينتج لنا ما نستخدمه في الداخل، القطاع اللي من خلاله بنحصل على العملة الصعبة. فكان القرار كيف تساند القطاع الصناعي في هذه الظروف، في حاجة اسمها ضريبة
الضريبة العقارية مقررة على المباني الخاصة بالمصانع، فقرر أن وزارة المالية تتحمل عبء هذه الضريبة نيابة عن المصانع، لأن طبعا القانون لا يسمح بالإعفاء، لأن تقرير الضريبة بقانون والإعفاء منها بقانون. طبعا القانون لا يسمح حاليا بإعفاء المصانع، لازم جهة تتحمل التكلفة، فالجهة دي هتكون وزارة المالية بتكلفة تقترب من 4 مليار جنيه خلال ال3 سنوات اللي يبقى احنا الدولة قررنا هي اللي هتشيل ده على كتفها، بالضبط. فلا يتحملها المصنع فيضطر إلى زيادة أسعار ويجي يقول ما أنا بدفع ضريبة، فالدولة هي اللي ولا حد شايلاها. بالضبط بالضبط كده، ولا يضطر لزيادة أسعار، ولا يضطر إن هو يتخلص من عمالة صح، بحجة إن هو تكلفته زادت. تكلفتي فاحنا زادت. فطبعا ده شيء طبعا يعني خط احمر، ان احنا في هذه الظروف احنا عايزين نزود العماله طبعا ونزود فرص التوظيف مش نقللها. فدي كان ابرز الحزم اللي يعني قررتها الحكومه لمواجهه الاثار السلبيه للازمه، أظن بالاضافه كمان حاجات متعلقة بالبورصة والأرباح الرأسمالية وما إلى ذلك لدعم وتنشيط البورصة، والنهاردة احنا شفنا الانعكاس حصل على البورصة إزاي. بالظبط كده. اولا في حاجتين، الحاجه الاولى في 130 مليار جنيه تم تقريرهم ايضا كاحتياطي يخصص لتعامل الدوله المصريه مع تداعيات الازمه في الفتره القادمه، هنستخدم هذا المبلغ في التخفيف من اعباء وتبعات هذه الازمه. والجزء اللي حضرتك ذكرته فيما يخص البورصه جزء مهم جدا، ما حدث للبورصه اليوم تاريخي، صعود تاريخي لكل مؤشرات البورصه المصريه نتيجة القرارات اللي تم اتخاذها اليوم، فالبورصة استجابت على الفور، وده يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري. الحمد لله نحن الآن في وضع أفضل كثيرا من 2016، لأن النهاردة الناس لما الدولار اتحرك في البنوك الناس افتكرت أيوة. 2016، لا احنا اليوم في وضع أفضل بكثير من 2016، لأن احنا عملنا برنامج إصلاح اقتصادي كان مشهود له بالنجاح لمدة 3 سنين من 2016 ل 2019. فكل التحرك الإيجابي فيها في البورصة اليوم ده لسه في بكرة إن شاء الله مجلس الوزراء سيناقش حزمة دعم للبورصة المصرية، فيعني إن شاء الله في أخبار مزيد من الأخبار الجيدة للبورصة المصرية غدا عندما يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المقترحات الجديدة لحزمة التحديث. طيب هايل جدا سيادة السفير. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي لازم الناس هتبقى مهتمة بيها وده حقهم، احنا اتكلمنا على تسعير رغيف العيش، والنهاردة المجلس أقر تسعيرة واضحة مربوطة بوزن الرغيف كمان. بالظبط كده، الرغيف الحر ده رغيف مهم جدا، زي ما الرغيف المدعوم اللي هو ب5 قروش وسعره ثابت من سنه 1988 ده شيء شديد الحيويه بالنسبه للمواطن المصري، ايضا الرغيف الحر مهم لان هناك اسر تعتمد في غذائها. طبعا حضرتك عارف يعني قيمه الخبز للمواطن المصري، حتى يعني تسميته احنا الدوله الوحيده اللي بنسميه يعني عيش من العيش ومن الحياه. طبعا فالرغيف الحر مهم، علشان كده كانت توجيهات سياده الرئيس ان احنا لا نترك هذا الرغيف وسعر هذا الرغيف يعني لاهواء التجار يقرروا ما يشاؤون فيما يخص سعره. كان في تبرير للزياده اللي حصلت في سعر الرغيف الحر الفتره الماضيه ان اسعار الدقيق الحر ايضا غليت على المخابز فاضطروا لرفع التكلفه، لكن وزاره التموين تدخلت وتعهدت انها توفر الدقيق باسعار مناسبه للمخابز، لكن هيكون في المقابل ان هذه المخابز تلتزم بسعر معين لا يمكن الزياده عنه لسعر الرغيف الحر وفقا طبعا للاوزان لكل وزن رغيف، والا هيخضع للعقوبه الفوريه. ويخضع طبعا لعقوبه فوريه وعقوبات رادعه تضمنها قرار رئيس الوزراء اللي اتنشر في الجريده الرسميه اليوم، فده يعني خبر جيد جدا بيمثل وضع الاسس او وضع يعني كل شيء في نصابه فيما يخص الرغيف الحر. بقى دلوقتي عندنا سعر محدد، لا يجوز لاي مخبز انه يزود السعر اللي بيبيع بيه الرغيف الحر عن هذا السعر، وهيكون في رقابه مسدده واجراءات رادعه تجاه من يعني يخالف ذلك. هل نتوقع المزيد من الاجراءات او القرارات التسعيريه في بعض السلع استراتيجية كانت أو سلع هامة أيضا خلال الفترة المقبلة؟ هو عدد السلع اللي بيخضع لقرارات تسعيرية هو عدد
قليل جدا، لان احنا في النهايه احنا اقتصاد حر واقتصاد سوق. يعني الخبز احد هذه السلع، الادويه تخضع لهذه السياسه، هناك سياسه تسعير للادويه وهناك ضبط للاسواق. المواد البتروليه تخضع لهذه السياسه، والبنزين تحديدا هناك اليه لتحديد السعر كل 3 شهور، بتجتمع اللجنه المستقله عن الحكومه وتقرر السعر. فالسلع الاستراتيجيه الاساسيه تخضع لذلك، لكن انت كاقتصاد حر واقتصاد سوق لا تستطيع ان انت تطبق او تتوسع في اليات التسعير الجبري، لان دي تعتبر بمثابه تسعيره جبريه. اللي انا النماذج اللي انا اتكلمت عنها دي كلها، البنزين، العيش الحر، الادويه، لا تستطيع ان تتوسع وانك تضم مزيد من السلع، لانك في النهايه اقتصاد حر، يجب ان تلتزم باليات الاقتصاد الحر اللي هي بالمناسبه كفيله انها تصحح نفسها. زي ما المواطن بيتحملك كاقتصاد حر وتيجي بتيجي تقول له اصل العرض زاد، اسف، العرض قل من السلعه والطلب زاد عليها فبيرتفع سعرها، هذا المواطن ينتظر منك كحكومه وينتظر منك كاقتصاد سوق عندما يقل العرض، اسف، عندما يزيد العرض ويقل الطلب وتعود الامور للتوازن، ان سعر السلعه يرجع يصحح نفسه ويقل تاني. وده اللي احنا بنعد بيه المواطن كحكومه، تطبيق اليات السوق. زي ما السلعه بتزيد في وقت زياده الطلب عليها وقله العرض، ان شاء الله هترجع تتوازن تاني بعد بس الازمه ما تزول التداعيات اللي احنا يعني بنعيشها حاليا. رائع، باذن الله باذن الله هتعدي. انا بشكرك جدا سيادة سفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.